السلام عليكم، اهلا بكم في هذا الدرس الثالث من دور تعلم لغه Node.js. راح نتعلموا على السيت تايم اوت ان شاء الله في هذا الدرس. ومن اجل هذا راح نهزوا فانكشن الدرس هذا، الكود هذا نعملوا له ان كوبي، نحطه غير هنا يا برك بيست. ابري احنا اون انتيغاس جوست النايم، نهتموا جوست بالنايم، هنا نهتموا جوست بالنايم. Après, on a first name. Enfin, first. Voilà, تكملت تلقائية. يعطينا مجموعة خيارات. أنا خيار first name. Voilà, first name. Donc, نفس الكود السابق اللي شفناه في الدرس رقم 2. هنا يعني نفس deux objets avec deux fonctions. Donc, c'est une exécuté même code. يعني مدلنا أحمد أحمد. اي مو احمر، يعني هنا احمد احمد تروا فوا، هنا نفرض بلي سي جوست دو فوا. فوالا زوج دو فوا نفس الشيء، يعني عادي جدا، ما كان حتى ديفيرونس. فوالا دونك احنا يعني هنا في هذا الدرس راح نتعلموا على سيت تايم اوت. يعني احنا كما راه نشوفوا هنايا احمد احمد وموح تم التنفيذ تاعهم، يعني تم التنفيذ تاعهم، يعني كيفاش نقولوا اسانكرون. يعني هنا اسانكرون كيما عامل تقنية النوجي استعمل لاسانكرون لي تاسك، جاتها ان دو تروا تاسك وبيا جاوها ثلاث ريكويستات، جاوها ثلاث ريكويست، ثلاث ريكويست ليكزيكيسيون او ميم طون. حنا نحبوا هذا تجسيد عامل تقنية النوجي اس، يعني تروا تاسك ما خيرتش بيناتهم، ما قالتش نيكزيكيتي ان ننتظر دو ننتظر تروا، يعني تروا تاسك اون باراليل عملتهم نفذتهم. دونك حنا نحبو نجسدو عامل السيرفر باش نبينو لا ديفيرونس اونتر السيرفر و نوت جي اس. نجيو جيست هنا في لا فونكسيون ديسبلاي هذه، نديرو سيت تايم ونشوفو هنا يعني الأهمية تاع الويب سير الويب ستورم هذا ليديتور الويب ستورم هذا. يعني اون فوا كتبت السيت عطاني مجموعة اختيارات نخير واش كاين في السات. كاين السات سات تايم اوت سات ايميل انترفال، كان خير سات تايم اوت سكيل مانتيغيس. فوالا هنا هنا بور ايفيتي لي زيرور، يعني باش نكومي ما نرتاكبوش الخطا باش نكتبو الكود تاعنا. هنايا واش هي في سات تايم اوت؟ هنا نكتبو دو شوز، لا بروميير سي كو نعيطو لا فونكسيون تاعنا اللي حابين نعيطو لها. فوالا تكمله تلقائيه، نعيطو لا فونكسيون دو وشحال لا فونكسيون دو تنتظر la fonction apache exécuter, nous par exemple de 2 secondes. Voilà, on a la 2 secondes pour même ça je fais les mon quota à la fin. Donc, هذه واش معناتها هنايا؟ معناتها تيكزيكيتي لا فونكسيون ديسبلاي ا ننتظر 2 سيكوند باش تيكزيكيتي لا فونكسيون ديسبلاي 2. وهذا عمل السيرفر حب يقول كي تجيه تاسك ينفذها ينتظر، يعني اذا كان جاو دو تاسك اون باراليل، يعني هنايا جاي ديسبلاي 1 وديسبلاي 2 هما دو تاسك اون باراليل. السيرفر واش راح يدير؟ راح ينفذ ديسبلاي 1 كامل، ان فوا يكمل ديسبلاي 1 باش ينتقل للديسبلاي 2، يعني ينتظر 2 سيكوند بعد ينتقل للديسبلاي 2. وهذا واش راح نشوفو؟ فوالا، يعني افيشنا هادو، يعني هنا باش نحيو الديسبلاي، يعني باش نحيو هذه الديسبلاي ا باش نشوفو يعني ليكزيكيسيون بوضوح. احمد احمد اللي هي دو زابيل تاع هادي، ابري انتظر دو سيكوند باش افيشا موح موح، لانه حنايا في الديسبلاي ا واش هو كاين ديسبلاي ا وكاين ديسبلاي دو، هذا راه متزامنين دو تاسك متزامنين. يعني في السيرفر واش يدير؟ ينفذ التاسك الاول احمد احمد اللي هو لابيل الاول، وبعد ابري عاود يرجع للديسبلاي ا، يرجع الديسبلاي اي يعاود يخش ليها باش في التايم اوت هذا ينفذ ديسبلاي 2 اللي هي موح موح. يعني باش نوضحوا العمليه يعني كيفاش قاعده صرا، نديروا ان بريك بوان سي سي ونستعملوا ديبوغر. ديبوغر راح ينعتنا كيفاش البروغرام يمشي ستيب بير ستيب. هو في الاول راهو هنا، ابري ستيب انتو انتقل ديسبلاي ا، ابري ديسبلاي ا ننتظروا شويه ينتقل ديسبلاي ا. واش يدير هنا؟ ما كان حتى تعريف الفيرست نيم، ما كان حتى تعريف الستودنت انفو، مينتنو ستودنت انفو راهو معرف افك امل فيرست نيم
ولا احمد، يعني في الاول بوينت هنايا اون فوا باس هذا لا لين هذه قام بتحميل الفاليو تاع لاتريبيوت هذه وقام بتحميل لي زاتريبيو تاع لوبجي ستودنت انفو ان. بعد ابري انتقل للست تايم اوت هذه واش يدير؟ ما راحش يشوف معاها، راح يعني لانه تايم اوت فوالا خرج ما اكزيكيت لنا حتى حاجه، يعني احمد جوست احمد. ابري راح انتقل هذا البلو انتقل ديسبلاي ان، يعني زاد لقى ديسبلاي ان، عاود ديسبلاي ان يا بال ديسبلاي ان بوينت هنايا ما كان حتى تعريف. فوالا نشوف هنا ريفيرونس ايرور ديسبلاي ان از نوت ديفايند، يعني ماهيش مديفايند. دونك ان فوان اكزيكيتيو هنا ماهيش معرفه، ان فوان اكزيكيتيو وي باسي فوالا افيش لنا احمد. علاش افيش احمد؟ باسكو احمد ولا معرف، فوالا ولا معرف ولا معرف. راح التايم اوت هادي، تايم اوت هادي قلنا ماشي وش معاها بور لانستون باسكو عندنا دو تاسك اون باراليل، يعني فونكسيون اون فونكسيون دو. هو يعني هنايا يعمل فونكسيون ان كملها مانتنون فونكسيون او كملها، واش دار؟ عاود رجع ديسبلاي ان، هنا كملت تاسك نيميرو ان، يعني هذا هو السيرفر يخدم، يخدم هذا هذه التاسك تاعو الاولى اللي جات اكزيكيتا احمد احمد. ابري ابري هنا التاسك الاولى انتهت، ينتظر هنا وقت انتظار من بعد يتكزيكيتا التاسك الثاني. التاسك الثاني هي لا فونكسيون دو، يعني اكزيكيتا الفونكسيون الاولى ان فوا كملها انتقل لا فونكسيون دو اللي هي التالي. فوالا ننتظروا شويه السيرفر انا نشوفو او كونيكت او كونيكتي ان فوا كونيكتي. نشوفو هنا مع الكونسول كونكت لوكال هوست. فوالا كونسول هنا مازال ما افيش لنا حتى حاجه، ليسونسيال راهو تكونكتا. واش تكونكتا؟ كي جا هنا ديسبلاي اف، ديسبلاي ا ديجا اصلا تاسك نيميرو ا اللي هو ديسبلاي ا اكزيكيتاه، درك ديريكتومون ينتقل تاسك نيميرو 2 اللي هو ديسبلاي 2. كيما رانا نشوفو ديريكتومون من هنا راح ديريكتومون تاسك نيميرو 2 و بوانت ان. هنا كيما رانا نشوفو ولات معرفه موح، ولات معرفه لوبجي اللي فيها دوز اتريبيوت لاست نيم فيرست نيم، لو معرفين مي راهو بوانتا مازال حتى ينتقل، الا ينتقل من هذا السطر يقوم بعرض هذا الموح، يعني الفاليو تاع لاتريبيوتور سناي واللوجي. كيما رانا نشوفو شوفو مع الكونسول هنا، انتظرو شويه فوالا كونسول نشوفو هنا بتيت فلاش اورون بلي افيش لنا موح الاولى، سي موح الاولى. من بعد ابري استبتو من بعد ننتقل لهن القوس، من بعد زيد يروح يلقى ديسبلاي 2 فوالا ستابانتو فوالا زاد افيشنا محتو، يعني ديما هنا أو هو على درايه بانه ديسبلاي ا راهي دو فوا ابلي، يعني الاولى عطى دي فاليو، الثانيه افيشا زاد عطى دي فاليو وافيشا. دونك هذا هو مفهوم يعني ما كانسل هنا نوقف الديبوغر ستوب اندرن. كما قلنا هذا هو هذا هو هذا هو المفهوم، هذا مفهوم لا سانكرون لا سانكرون، يعني عندنا ديسبلاي او ديسبلاي ان دو تو تاسك، تاسك او تاسك دو اون باراليل في السيرفر، ينفذ ديسبلاي ا الاي ينفذ ديسبلاي دو. ابري في الاسانكرون في مفهوم الاسانكرون شي نوت جي اس، عند النوت جي اس هي انه ديسبلاي 1 وديسبلاي 2 واش يدير لهم؟ يعمل لهم سانكرونيزاسيون، حاب يقول اكزيكيتيهم او ميم طون. دونك هذا هو يعني المفهوم. انا واش حبيت نقول؟ حبيت نقول انه هذه ست تايم اوت هي شيء اللي تعلمناه هنايا، درنا لا ديفيرونس اونتر واش اونتر لا سانكرون لا سانكرون. عند الاول كي ما استعملناش سيت تايم اوت، يعني جا نفذ ديسبلاي، ديسبلاي عنده دو اكسيون، هادو دو اكسيون نفذهم في نفس الوقت. انا الاسانكرون يعني لابيل الاولى لابيل الثانيه ما دارش بيناتهم ديفيرونس، يعني لابيل الاولى لابيل الاولى دو اون باراليل اكزيكيتاهم. مي بار كونتر انفو كي جينا حطينا هذه يعني سيت تايم اوت وعيطنا ديسبلاي دو، ولات عندنا ان اوتر تاسك اون باراليل يتيكزيكيتا. هو واش دار؟ اكزيكيتا لي دو تاسك هادو كوم ايميسيون مهمه، اكزيكيتاهم
une fois انتهى منهم انتظر 2 سكوند ومن بعد ابري راح للديسبلاي 2 وزاد اعمل دو زابيل للانفو 2 وافيشا محمر. دونك هذا هو المفهوم من هذا هو المفهوم تاع الفونكسيون سيت تايم اوت ومفهوم الاسنكرون والسنكرون عند سيرفر ونوت جي اس. نلتقي في دروس اخرى ان شاء الله.